بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فإن مما نتذاكر حوله من شأن الإيمان والأمانة والدين ونتواصى به ما يذكره الله جل شأنه في كتابه العزيز مبينا ومجيبا على إشكالات تقع عند بعض الناس. فمثلا قد يشكل على بعض من لم يرتبط بكلام ربه ويتمعن فيه ويتزود منه ويعيش معه، قد يشكل عليه لماذا أولياء الله لا ينعمون في هذه الدنيا، ولماذا نجدهم في فترات يؤذون ولا ناصر لهم من المخلوقين ونحو ذلك من هذه الإشكالات التي لا ترد إلا على من ابتعد عن القرآن وابتعد عن العلم الذي علمنا الله إياه في القرآن وكشف لنا من حكمته. وأيضا مما يقع في أذهان هؤلاء المعاندين المعرضين المتجبرين حينما يظنون أنهم هم الأعلون، زعموا، ولهم القهر والسلطة والغلبة، وهم على عداوة مع دين الله. أين الوعد؟ أين الوعيد؟ لو كان هناك عقاب لنزل، فيستعجلون عذاب الله سفها من عند أنفسهم. وقد جاء في القرآن ما يبين هذا بيانا وبإيجاز يحفظه الصغير والكبير. فمثلا في أول سورة العنكبوت قال الله جل الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الجملة تخص بشكل أكثر المؤمنين، فتبين لهم أنه لا بد من الفتنة، الابتلاء، الامتحان، فلا يفشلوا ولا تزيغ قلوبهم وعقولهم وتضعف أنفسهم وهم يرون هذا الابتلاء، فربما سول لهم الشيطان أنهم غير منصورين وأنهم لا مستقبل لهم وأنه قد حكم عليهم بالخسار. وهذا كله من تسويل الشيطان وتوهينه وتخويفه. الآية التي بعدها، الآية الرابعة، مباشرة قال الله جل شأنه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هذا فيه رد على اعتقاد وإحساس هؤلاء مما أملته عليهم الشياطين أنهم يعجزون وأنهم قد سبقوا وأنهم الأمر بيدهم وأنه لا سلطة عليهم، حتى ينفخ فيهم الشيطان ويسول لهم ويزين لهم، حتى ربما لتصرفوا تصرفات الملك المطلق الرب، تصرفات الإله الرب الآمر الناهي الذي له حق التشريع.
فيحاد الله ويوهمهم الشيطان ويسوّر لهم ويزين لهم أنهم هم الذين أعجزوا. وما هذه الوعود، ما هذا الوعيد الذي يأتيهم من قبل الأنبياء إلا أماني يتمناها هؤلاء المؤمنون بهذا، وإلا فإنهم قادرون، قد استحكموا ولهم السلطة ولهم القدرة والعياذ بالله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. قبح حكمهم واعتقادهم، فإنه لو كانت المعاجلة بالعقوبة شرطا للقادر لعجلها الله جل شأنه، لكنه قادر. ومن الذي يستعجل؟ ومن الذي يعجل العقوبة إذا قدر؟ الذي يخاف الفوت، يخاف أن يفوته هذا المخطئ وهذا المجرم وهذا الذي يريد أن يعاقبه. إذا خاف القوي أن يفوته هذا أو يهرب يعاجله بالعقوبة. لكن الذي سبحانه وتعالى الجميع في قبضته وفي ملكه، سواء عنده أعاجلهم بالعقوبة في الدنيا أم عاقبهم في الآخرة وهو الأصل في العقاب والأصل في الجزاء، فكله سواء، سواء محياهم ومماتهم كلهم إليه راجعون. فلماذا الاستعجال بالعقوبة؟ فهذا راجع إلى حكمته، قد يعاجل بالعقوبة لكن الأصل أن الله جل شأنه جعل الوعيد في الآخرة ويمضي ويجري شيئا من العقاب في الدنيا، لكن هذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الذين يعملون السيئات هم هؤلاء المشركين، هؤلاء المعاندين المحاربين لدين الله، هؤلاء الفجرة الذين حادوا دين الله، حادوا الله ورسوله وعادوا الحق وأهله. كل هؤلاء من هؤلاء الذين عناهم الله جل شأنه. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. إنها والله موعظة، وإنها والله لوعيد. ساء ما يحكمون. العقل يحكم بضد فهمهم، فضلا عن أن جاءتهم الأنبياء وجاءهم الوحي وبين لهم. ثم تأتي الآية الخامسة مباشرة، معاودة الخطاب أو معالجة نفوس المؤمنين، وهي أيضا فيها خطاب ضمني إلى غيرهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. المسألة مسألة إيمان وعدم إيمان. من كان يؤمن بالآخرة وما فيها من الوعد والوعيد فهذا آت لا محالة، وهو عند الله قريب. والله جل شأنه سميع عليم، يسمع أقوال الناس ويسمع الأصوات، وهو عليم سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لكنه سبحانه وتعالى يؤجل ويؤخر إلى أجل مسمى سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا نموذج وهذا مثال لمواعظ القرآن في قضايا قد تكون أرقت بعض المنهزمين وبعض من ضعف إيمانهم، بعض من ضعف إيمانهم. وأيضا قد تكون هذه الموعظة نافعة لهؤلاء الذين أمدهم الشيطان واستغرقوا في عتوهم ومعاصيهم وفجورهم، فإن الله جل شأنه بيده الأمر، وهو الذي سبحانه وتعالى يبدأ ويعيد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا
ساء ما يحكمون. هذه الآية أيها الإخوة واعظة، ويحسن أيها الإخوة أن تنتشر هذه الموعظة القرآنية وغيرها من مواعظ القرآن، تنتشر في مثل هذه الوسائل التي تنشر في الشبكات وفي الإنترنت. فالقرآن هو خطاب للناس مؤمنهم وكافرهم، فما عليكم أيها المؤمنون إلا أن تساهموا بقدر ما تستطيعون في نشر مواعظ القرآن. والموعظة تنفع الكافر كما تنفع المؤمن، الكافر الذي قد يرق وقد يخضع أحيانا يريد الحق، أما المتكبر فهذا أعمى والعياذ بالله، لكن ما دام حيا يخاطب بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.